أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين لأداء المؤشرات الرئيسية بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 729 مليار و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و76 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و82 قرشا للشراء و17 جنيها و94 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21 جنيها و23 قرشا للشراء و21 جنيها و37 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع.